الله توصلكم التاج للسماء فعلا لتوري عبسو فيه كمان سي سعيد على الكور لمحالة بروجي خاسر إن شاء الله يربح السلام. بون اسمي حمد الهبيلي ماستر اش اس او اللي هي سيفتي هيلث انفايرمنت عملتها في امريكا خدمت برشا البرا تعبت ترفع الصور وتعلمنا وكلينا كف وعودنا وقفنا وعودنا كلينا كف فخر الجيش عملنا ضريبه في حياتنا 7 سنين وطوك بيلوت افيون شاس وبعد بدلنا الكابل البيلوت البترول وبيحنا الحمد لله توفاها ربي معناها اللي حبيت تحكيه ليلة كونه والله يوكازيون حلوة لحظة حكيك معك الناس تشرب شيخة وعلى كيف مي مع الشيخة ثم listen to learn ثم listen to apprendre احنا نحكو لغيرنا وغيرنا يحكو لغيرنا وهي كيكة معناها الناس تعمل بعضها صار باش اللي فيك عندك معك فما شكون مثلين فما شكون ما على بالوش بالحكاية هذيا ميرا وساتوش طول الموضوع اون باي كور برك تحكي لي كريم البارح الموضوع حسيته براسي سيترا تريز معناها سوجي تريز امبورتون علاش خاطر توا في وضعنا توا في بلادنا كوا اون مين لا ديزيسبيرونس الناس كل مورالها طايح الناس كل تشكي وتبكي امورنا ماهياش نحبوا نرموط شويه مورال يزينا من الحكايه وشكايه يزينا من الحكايات اون دي لي موفيز شوز لي موفيز شوز بور ابروندر لي بون شوز نورمالمون هيك هذه الفلسفه معناها انا كنت نعيش برا فتيت من برا قلت خلينا نروح لبلادي اللي قريبين في الخليجيين ومع الشيعيه وحكايات خلينا نروح نرفع به ولاد بلادي الدومين ماهوش كونو الصحه والسلامه المهنيه معروفه في تونس لكن سي با ابليكي ليزاكسيدون اغوغو ناس ماشيه في رجلين كل يوم الموت اللي نسمعوا بها اغوغو ليزاكسيدون ترافاي ولا روتيير ولا حتى في داره فهمي ولا كل يوم وكل لحظه ما عادش عندنا الكونسيونس الحكايه هذه حتى مع صغارنا صغارنا توا اللي تشوفهم في سمتار صغار شنو احوالهم مساكن اللي يدها محروقه واللي كرشو يعني بها ربي واللي تضرب ترى شنيه في الدار هذا في الدار ما نحكوش على الشارع شنو صاير لنا وما نحكوش على الخدمه وعلى لي شونتيي اللي محلولين توا في تونس واللي بروجي راهم جايين قدرة ربي راهم فو با ديزيسبيري ثم ناس تخدم على روحها في تونس ثم ناس تخدم على روحها باش تخدم ان شاء الله وتمشي لفلوس كل ترفع. وفيت حاليا سونتر بيرو دي تيوت وبدينا نخدموا مع دي بوات معنا بترولير بعد قلت انا نمشي نعمل الفريلانس وقري ونرجع قري ونرجع شنو فيها وليت بادي ولا روحت لتونس حاليا سونتر دو فورماسيون في تونس. مالوريزمون كيما حكي عمر طاهر بارك الله فيه معناها سايتي با بيان اتيودي خاطر انا مشيت معناها ايموشنال اكثر من براتيك قلت نعاون بلادي ونعمل حاجه حلوه في بلادي خير من ما عادش يستنفعوا بها غيرنا دونك ثم بارتي كبيره من البروجي ما قريت لهاش حسابها اللي هو احنا تو اوني اون فاز دو كريز البروجي حليته في توزر توزر خممت على اساس انه هو ان بون ليو استراتيجيك اون تونك اندستري خاطر قريبه برشا للجزائر قريبه لليبيا الاندستري كلها بالسود من سفاق سعودية حتى شفت تطوير عن البترول معناها هنا لي ريسورس خممت على اساس لقيت في الاخر كونه لا سما شفا انا خممت حتى الوتله اللي سكروا عندنا في توزر عندنا 4 شونتات مسكرين توا معناها من زيرو كلاس حتى شي توازيام اطوال مسكرين تواز اطوال دو ميت مسكرين قلت انا خل نخدم على الاقل في صاد الريونيون تاعهم نعمل فيها فورماسيون انا ناكل خبزه وغيري ياكل خبزه والناس كل تحرك اي با سا ليتي با بيان مارشي مالوريزمون دونك الى فايل البروجي عنده عام توا بالضبط فهمتي ولا مي سا نوبيش لي لاباس مازال نعيشو شي مشكل ثم غيرنا معناها مش في تونس ثم في تونس ثم في صفاقس ثم في قابس بنزر اون تو معناها ميم حتى كان نعملوا حتى فورماسيون معناها سيبلي للطلبه توا الفقير يخرجوا ويتخرجوا من الفاكولتي باش غدوه يدخل معناها سوق الشغل علاش ليه معناها دونك يا لا فولونتي ولا لا فولونتي قدرة ربي ولا لا فولونتي مي سا لوبيش اللي مشروع مشاش صرفنا عليه برشا فلوس جرينا على الادارات برشا في تونس سايتي ترو ديور ايبر ديور باش نحصل لاغريمون من وزاره الصناعه ووزاره التكوين المهني سايتي ايبر ديور بصراحه
مكان ثاني باش نحصلوا لاغريمون هذاك. لكن شنو نقول تربي وما ترافاي بور لانستون يا دي بروجي كي سون اون كور معناها بور بي اوبتيميست معناها ما نقولوش كل شيء خير. فما حوايج سمحه معناها لسون كانوا ولا معناها الواحد لازم يشارك برك كيما عمل طاهر. انا جيت لتونس الليليه عين مغمضه وشبعه فلوس في جيبي وقلت يلا العمل على ربي ودهمت ما سالت حتى حد. هذيك اكبر غلطه عملتها اللي ما سالت حتى حد. عملت كل شيء بالراي كل شيء بالراسي فبركت روحي صنعت روحي بروحي ما شاورت حتى حد. هذيك اكبر غلطه نورمالمون داخل على دار جديده يلزم يشاور ماليها انا ما شاورتش اهل مكه ادرى مش عادي كان عمل طاير كلمته دونك ان شاء الله خذ ربي معناها نوفا بوجي تيليسون الاخرين ثم الكومينيكاسيون مستحقين باش تحكوا رسمي قلنا بزوان دو بارلي عندنا مو كبير برشا باش نحكوا بعضنا. البو ما عادش يحكي مع ولده ولما عادش تحكي مع بنتها والخو ما عادش يحكي مع خوه والخال ما عادش يحكي مع ولاد اخته والفامي فركت والاصحاب تفركت ولاد الحومه ما فركت والخدمه كل واحد يضرب على راسه كل واحد يضرب على دربويه البلاد تفركت مستحقين باش تحكوا لاس توك الامريكاني كان نحكوا نفركوها الرومانا ونحلوا مشاكلنا نحلوا مشاكلنا خاطرنا قادرين انا نعرف اللي احنا قادرين تواسع قلنا لي ريسورس احنا لاباس براسلي احنا لاباس تواسع انا درتها من امريكا حتى لايران ومن النرويج حتى لجابون معنا خيقة الدنيا بطول العرض معنا من فضل ربي ونعرف شنو هي تواسع برا شنو هي هون وهوني في تونس هذا اوني لاباس دونك بورفو با اون بوج خلينا نحكوا في بعضنا ونحلوا مشاكلنا معناها ونعملوا ثنيه ان شاء الله نلقوا ثنيه بقدرة ربي باش نلقوها ان شاء الله. ان شاء الله ما قلقتكمش بحسيتي بارك الله فيكم اللي سمعتوني خاطر فما عباد كانت مثليه بحكايه اخرى خذيت اتونسيون يعطيكم الصحه بارك الله فيكم صحه ما تشربوا وان شاء الله اللي لازلنا الناس كل.